انا الفيزيكس كان وحش قوي. الفكره ان هو كل امتحان المفروض بيجي فيه مثلا تريك او اتنين، لا ده جاي فيه كتير. يعني انا ما عدتش. وفي اللي هي المساله بتاعت كيرشوف المفروض بتبقى سهله، بتيجي في كل امتحانات. على جت امتحان السنه اللي فاتت سهله، والسنه اللي قبلها لا، السنه دي جت رخمه قوي، مش زي اللي احنا متعودين عليه. فلا عامه سواء للطالب الشاطر الطالب الشاطر او بصوا الامتحان سهل، هما بس ما لعبوش بس غير في فكرة اللي تشوز، ان هما بس حاولوا ان هما يخلونا يعني ايه نفكر شويه وغيروا في شكل الانجليش وكده. بس هو الحمد لله الامتحان جه سهل. هو كويس بس في مشكله موضوع الترجمه. الترجمه دي يعني زي العربي، بقرا العربي انا اصلا مش فاهم حاجه في العربي، بقراه بلاقي حاجه عايزه مني غير اللي في الانجليش، فهي دي مشكله بصراحه في الترجمه. الامتحان كان حلو بصراحه، بس يعني اللي جه سهل ما كانش فيه حاجه لفه، ما كانش فيه حاجه يعني. الامتحان كان حلو. هو امتحان فوق الطالب المتوسط، بس يعني انا الحمد لله عرفت احل فيه كويس، بس غلطنا في كام سؤال كده في الاخر، واللجنه كانت شاده جامد. والله الامتحان كان في منتهى الصعوبه، يعني كان فيه اسئله كتيره صعبه وما قدرناش نحلها، والناس لسه لحد دلوقتي مختلفين في الاجابات، يعني كله ماسك في خناق بعض ومحدش عارف يستقر على حاجه. ده الامتحان في مستوى طالب ماكس بلانك يا باشا او اينشتاين، يعني انت بتلعب في الليفل ده، انما هتنط بقى على ليفل ثانويه عامه لا، مفيش حرفيا. كان التاريخ النهارده كان سهل، بمعنى يعني عشان هنقول على الامتحان كله هو سهل، بس في اسئله تمييز شويه بس تقدر تجيبها لو ركزت فيها. بس الامتحان كله يعني مباشر وسهل وفي ايد ان اي حد يعني ممكن لو ذاكر يقفل. امتحان التاريخ كان حلو لحد ما، يعني الدنيا كانت ماشيه، يعني مش اللي هو قافل زي الانجليزي خالص، ولا زي السنين اللي فاتت كانوا بيطلعوا ينهاروا. لا اول حاجه امتحان التاريخ كان في مستوى طالب المتوسط، والحمد لله يعني الناس كلها امبارح اتفرجت على الماتش، وكان في حاله نفسيه حلوه يعني اللي احنا قفلنا التاريخ. امتحان التاريخ النهارده كان عباره عن تكات كتير، يعني اعرف ان الامتحان بتيجي عادي تبقى بشكل مباشر بس بيبقى فيها كذا تكه، لكن دي كان فيها كذا حاجه، ما كانش مثلا تكتين او ثلاثه، لا ده كان كله، يعني كله طالع بيعيط، كله مش عارف هو حل ايه اصلا، كله كان بيهبط مع صعب واسئله مش مباشره وصعبه جدا، وحتت منهج مستفزه جدا. انا بلف قوي ويعني مثلا مش كام سؤال هم اللي لافين، لا ده اغلبيتهم لافين، يعني عمري ما